مرحبا، عم نطلع عليكم بشكل يومي على شاشة سما الفضائية لنخبركم عن كل جديد بيتعلق بالمشاهير ونعمل بريف سريع على آخر وأهم الأخبار على الساحة الفنية بالساعات القليلة الماضية. من بعد انتشار خبر إصابة الفنان محمد عبده بمرض السرطان، طمأن فنان العرب جمهوره على صحته وأكد على تحسن حالته الصحية وقال برسالة صوتية: الحمد لله أموري الصحية عم تتحسن والأعراض الجانبية للعلاج الكيماوي أخف كثير من العمليات الثانية، وعندي موعد بعد يومين للبدء بالمرحلة الثانية من العلاج. وأكد أن الفحوصات الطبية المبدئية بتشير إلى تحسن جيد، وختم: أبشركم أنا بصحة طيبة. وأكيد نحن بدورنا بنتمنى له الصحة والشفاء العاجل. الأماكن كلها مشتاقة لك. يا نحلى رسالة هيفاء وهبة لتنظيف المشاعر. طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبة أحدث أعمالها الفنية بعنوان يا نحلى عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حسن وإلحان بلال سرور. ونشرت هيفاء مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وحظي البوستر الخاص بالأغنية تفاعل كبير وواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تم مشاركة الأغنية من قبل محبين ومتابعين هيفاء خاصة من بعد الإشادة بجمالها. رح نسمع الأغنية ونرجع لآخر أخبارنا لليوم. نادين جابر تكشف علاقة أمل برضوى الشربيني وياسمين عز. قالت الكاتبة اللبنانية نادين جابر إنها أحبت اقتباس روح برنامج رضوى الشربيني هي وبس وبرنامج الإعلامية ياسمين عز كلام الناس بمسلسلها الدرامي الأخير على أمل يلي تم عرضه بشهر رمضان الكريم الماضي. وأوضحت نادين بتصريحات خلال لقاء لها: بقدر انكر انه في علاقة بين المسلسل وبين شخصية الاعلاميتين رضوى وياسمين، ولكن بالفعل في روح من برنامج رضوى الشربيني لشخصية ماجي بوغصن، وايضا روح من برنامج ياسمين، لانهم بالنهاية شرائح موجودة بالفعل بالمجتمع العربي. اليوم اسمحوا لي اقدم هالحلقة لروح حنان. هي كانت جولتي السريعة على اخر واهم الاخبار الفنية بالساعات القليلة الماضية. اكيد موعدي معكم بيتجدد بكره بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.